لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. العيش البلدي المصري اللي هو عيش التموين بيبقى موجود في الافران. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للعيش البلدي المصري والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية للخبز او العيش البلدي المصري للربع رغيف بوزن 22.5 جرام، السعرات الحرارية 62 سعر حراري، بروتين 2 جرام، كربوهيدرات 12.6 جرام، دهون 25%. القيمة الغذائية للخبز او العيش البلدي المصري لنص رغيف بوزن 45 جرام، السعرات الحرارية 124 سعر حراري، بروتين 4 جرام، كربوهيدرات 25.2 جرام، دهون 27%. القيمة الغذائية للخبز او العيش البلدي المصري لرغيف كامل بوزن 90 جرام، السعرات الحرارية 248 سعر حراري، بروتين 8.1 جرام، كربوهيدرات 50.4 جرام، دهون 1 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.